نطاق المسابقات والروبوتس إلى نطاق آخر. قولي عن المبادرة دي إيه وأهدافها إيه؟ تمام. هي المبادرة دي اتكونت ان احنا كنا بنحكم مبدعين المدارس في معهد القاهرة للهندسة والعلوم. الكلام ده ايثينك كان من حوالي 3 شهور. لاحظنا ان الولاد المدارس اللي هي الفئة العمرية من ابتدائي لغاية ثانوي عندهم افكار كويسة قوي، بس بينقصهم الجزء العلمي، الجزء زي ما بنقول التوجيه العلمي. يعني الولاد بيفكروا في حاجات بس الحاجات دي على الورق، ما ينفعش انها تتطبق صناعيا. ده لأسباب كتير، لأسباب طبعا مش هنتكلم عن التعليم، وهنتكلم عن المدرسين بتوعهم يعني مش بيبقوا مهتمين بيهم. فاحنا الإمكانيات والإمكانيات، لا والله في إمكانيات، يعني في مدارس، المدارس الخاصة بالذات ومدارس متفوقين عندهم إمكانيات، بس المشكلة إن الولاد بيبدأوا إن هم يفكروا في الأفكار دي من وجهة نظر المناهج الصغيرة اللي هم بياخدوها. فقعدنا نفكر، كنا قاعدين حتى قاعدة مع دكتور صلاح عرفة أستاذنا في الجامعة الأمريكية ودكتور فرخاندة، فقعدنا نفكر نقول هو إيه اللي ناقص للولاد ديت عشان نطلع الأفكار ديت تبقى حاجة ملموسة على الأرض. قلنا ناقص التوجيه. طيب إحنا كلنا كنا فالنتيرز، يعني كنا رايحين متطوعين. قلنا طب ما نيجي نلم بعض ونعمل حاجة. ففي الحفل الختامي كان مع الأستاذ دكتور هبة محمود، هي يعني ما شاء الله مجتهدة جدا ومشرفة معاهم وبتروح. قلنا طيب يا جماعة احنا الجامعات بتاعتنا عندها امكانيات ولابات ما بتشتغلش بعد فترة لابات مع يعني لابس معامل لابس معامل ما بتشتغلش بعد فترة الايه التدريس الجامعي، يعني بتقعد طول الليل فاضية، واللابس ديت سواء كانت حكومية او خاصة ما اتصرف عليها من الدولة. طب ما نفتح للولاد ونقول لهم تعالوا نبدا ان احنا ايه نخليهم يجربوا الحاجات بتاعتهم دي بجد، ما يبقاش مجرد على ورق بس. فلقيت بإشراف طبعا بإشرافنا فلقيت سبحان الله يعني حوالي 40 دكتور من اللي كانوا قاعدين قالوا احنا معاكم. طب نعمل ايه؟ يلا نعمل كيان. طب نعمل كيان ازاي؟ قعدنا بقى في اجتماعات وبتاع، لقينا فجاه دكتور ايهاب الخولي يعني قال انا همولكم. يعني ايه ده الموضوع ده بجد. بدأنا نجيب الولاد، بدأنا نروح المراكز البحثية، كل ما نروح نحكي لحد على الموضوع أنا معاك ومش عايزين حاجة، احنا كل اللي عايزينه إن احنا نشوف الأفكار اللي الولاد بتقولها دي هتطبق بجد ولا لأ. زي ما حضرتك كل يوم بتسمعي مش عارف مين اخترع طفل في ابتدائي اخترع جهاز للطاقة.